برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، الفنان الراحل عبد الله غيث. والكلمة، أتعرف ما معنى الكلمة؟ يعني هذه القصيدة الرائعة من القصائد اللي يمكن كتير من فناننا الكبار العظام قالوها بصوتهم، قالها الفنان عبد الله غيث وقالتها الفنان سمير مرشدي والفنان الراحل كرم مطوع. يعني هؤلاء طبعا من أعلام المسرح القومي وأصحاب لغة عربية فصيحة وعذبة وسلسة. الحقيقة قلما هنشوف فنانين عظام مثلهم، يعني اللي توفى منهم علي رحمة الله، والفنانين اللي ما زالوا على قيد الحياة ربنا يديهم الصحة ويزيد عطائهم الفني. النهاردة لقائنا مع دكتورة شيماء الأسد، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، والحديث عن أثر الكلمة. الحقيقة دكتورة شيماء برحب بحضرتك معانا، أهلا بك. ويمكن ما لناش أحلى من القصيدة دي إن احنا نبتدي بيها النهاردة حلقتنا والكلام عن معنى الكلمة. ويعني من القصيدة، من أبيات القصيدة: أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، الكلمة نور وبعض الكلمات سطور، عيسى ما كان سوى الكلمة. يعني هذه بعض الأبيات اختصارا يعني، لكن الحقيقة بتأكد قد إيه الكلمة لها ليها تأثير أثر. كبير جدا. هنفهم من حضرتك أثر الكلمة دكتورة شيماء. هي الكلمة، يعني هي القصيدة أوجزت معظم الكلام اللي احنا هنقوله. الإنسان لما نزل على الأرض كان أساس كلامه وارتباطه مع ربنا سبحانه ونعم وتعالى بالله. بالكلام. قد إيه الكلام بيحيي وبيموت، مش بيحيي كبني آدم ويموت كبني آدم، لا، بيحيي النفوس. لأن احنا أساسا الأساس بتاعنا مش الجسم، يعني نعتبر كلنا ان الجسم ده ثوب للروح، فاساس كل انسان هو روحه. فالنفس البشريه دي من خلق الله، فقد ايه هي راقيه على فطرتها، كلها حب ومحبه وهدوء. هو ده خلق الله. نعم بالله. لما جه الانسان بقى يتدخل، فالامراض النفسيه زادت. يعني ليه بقول الامراض النفسيه؟ النفوس البشريه في منها النفس الخبيثة والنفس المطمئنة. طيب ده ايه علاقة ده بالكلمة؟ يعني جابوا تجربة، في عالم امريكي جاب 3 كوبايات رز، تمام، زي بعض، وكتب على اول كوباية I love you، انا احبك، والكوباية التانية اتكتب عليها I hate you، اكرهك، والكوباية التالتة سابوها زي ما هي، سابوها فترة. جم شافوا الرز، الكوباية اللي عليها أنا أحبك حلوة جدا والرز بيلمع، ليه رونق، موجودة حتى على اليوتيوب لو أي حد عايز يتفرج على التجربة دي. والكوباية اللي عليها I hate you أنا أكرهك حصل عليها تعفن وعفنت. سبحان دي الله، كلمة كلمة بس مكتوبة، اتقالت للرز، لأن الرز طاقة الكلمة نفسها بالظبط طاقة بتفرق. الكلمة. الرز العادي قعد شويه بس برضو حصل له يعني تعفن، بس مش زي متاخر زي تعفن اللي اتقال اكرهك. اكرهك ايوه. طب اذا ده مش انسان، مش نفس، مش روح. فالكلمه ليها طاقه، ليها ذبذبات وليها تردد. بره من كتر ما الكلمه لقوا ليها تردد وليها ذبذبات، لقوا ان الموسيقى بتاثر على الانسان، فبداوا يدرسوا كمان الموسيقى بتعمل ايه، فلقوا ان في ميوزك يخلي الانسان ياكل كتير، فده بيتحط في المطاعم. تخيلي الموسيقى الهادية دي تخلي حضرتك في ايه ميوزك مستمتعة يعني. بيرفع من الروح المعنوية، ده بيتحط في العيادات وفي المستشفيات عشان يرفع ابث روح الامل، الروح المعنوية للمرضى. طيب ده دي موسيقى لان ليها ذبذبة خدوها من الكلمة. طب تعالوا نتكلم على الكلمة بقى. الكلمة كمان مش ليها اثر على فكرة بس على الاخرين، علينا احنا. لما نيجي نتكلم مع نفسنا، احنا للاسف في ثقافات موروثه شويه خاطئه، يعني اصل ده ما بيفهمش حاجه، ده غبي، ده هو ده هيفلح، هيدقني ايه لو فلحنا. لا اقفي بقى دكتور، ده الكلام ده مهم جدا الحقيقه. اثر الكلمه على الطلبه اللي بتدرس، على الولد اللي ممكن يكون شويه متاخر دراسيا وسط اطفال اسرته، الولد اللي ممكن مش بيحقق في الرياضه حاجه بس هو محقق في الرسم حاجه تانية، البنت اللي ممكن تكون اهتماماتها اكتر بالرسم والابداع وما عندهاش اهتمامات في الدراسه، مش احسن حاجه، ده هنا اللي دي مش بقوله فالحه بقى زي بنت خالتك، بالظبط. انت مش شاطر زي ابن عمتك، الحاجات دي هنا موجوده في كل بيت. في مشكله،
المشكله كمان اللي احنا ما نعرفهاش ان الكلمه اللي بتخرج المخ بتاعي عقلي بيعمل لها برمجه من كتر ما بتتكرر. يعني انا طول ما انا قاعده اقول لك اصل سوري انت غبيه، انت ما بتفهميش، انت فاهمه، هو انت فالحه، انت بتاخدي الكلام وبتخزني تخيلي حضرتك انسان قاعد، انسان بشر كده قاعد طول الوقت الناس توصمه بانك انت غبي، انت ما بتفهمش، بالظبط. هو هيجيب الذكاء منين؟ اللي بيحصل ايه بقى؟ ان العقل عندي بيحصل له برمجه، فهو بيصدق ان هو فعلا غبي. فالقدرات العقليه اللي ربنا سبحانه وتعالى حاططها لنا ما بتشتغلش اصلا، بتتوقف لان هو غبي. ما هو غبي، ما هو خلاص هو اتبرمج على انه غبي، المخ اتبرمج على فانا انه بقول قد ايه الكلمه بتاثر. لا انا الكلمه اقول، ولما اجي يا جماعه لكل اب وام، لما اجي انقد ما انقدش شخص، انقد تصرف. يعني مثلا انت دلوقتي عملتي حاجه غلط، ما اجيش اقول لك اصل انت متخلف، لا انت كويسه بس التصرف ده حصل منك غلط. تعالي نفكر، ما اقولش برضو تعالي نفكر كده هنعمله ازاي. فاهمة حضرتك. انا هنا بزود المهاره اللغويه، بقوي القدرات العقليه، بخلي في مخ بيشتغل، عقلي بيتحرك، بيديني حلول. فعشان ما نخرجش بره الموضوع دي ليه مواضيع تانية، هنا الكلمه لما اجي اناقش نفسي انا لازم اتكلم مع نفسي بصوره ايجابيه. يعني ايه؟ يعني اقول انا ذكي، ما اقولش انا عايزه ابقى ذكي، او هبقى انا ذكي، انا ذكي، عقلي بيسمعني، انا واثق من نفسي، انا مثلا انا بصحه كويسه. كل الكلمات اللي بوصلها لعقلي لازم تكون ايجابيه. دي نقف عليها برضه دكتور شيماء لانها اتفضلي. مهمه جدا الحقيقه. اذا كان الانسان عايز يشوف اثر الايجابيه يعني في حياته في البيئه المحيطه بيه، لازم الاول تكون يعني بدايه من عند نفسه. بالظبط. لازم يعني اذا حتى الاخرين ممكن يغلطوا الانسان في انه مثلا ليه بتدرسي مثلا وانت زوجه وام وبتاع، خليكي في ايه، في بيتك واسرتك وبلاش دراسه. الحقيقه دي يعني ممكن تكون حاجه فعلا محبطه جدا لاي حد، اي ام بتدرس وهي عندها بيت واولاد، مالكيش دعوه بالكلام ده كله. الرسول عليه السلام قال لغايه ما الانسان امثله زي وهو كده بيموت ليوم القيامه لو في ايده فسيله فسيله فليزرعها. صحيح. ملهاش علاقه بالسن. ما انا بقول اما لحضرتك انا هنقف مع حضرتك في حاجات زي كده، قولي لنا يا دكتوره شيماء ما امثله ده زي اللي انا كده. كنت لسه بحكي لحضرتك، بقول لك عندنا ثقافات موروثه خاطئه. بعد ما شوف بدكوا كتاب، ما هو في الانبياء لو احنا رجعنا لزمان، الانبياء ما بداوش رساله النبوه الا بعد الاربعين والاتنين واربعين. طب ما هو ده بالنسبه لنا احنا شاب، ده كبير خلاص، ده كده فدي سن ثقافات كبير. خاطئه كلها. طول ما انا انسان مجتهد بالعكس، انت عارفه ان الامهات لما اولادها بيكبروا انا اقول لهم انزلوا، لان دلوقتي وهي ولادها صغيرين هي بتعمل لهم الرعايه الكامله. صحيح. الولاد كبروا هي بتلاقي نفسها فاضيه، الفراغ بيعمل مشاكل وبيقتل. هل انا هنا بقى اركز في الوقت الفاضي ولا انزل اتعلم واقوي من مهاراتي واضيع وقتي؟ فالكلمه ليها اثر ساحق تبع الاخرين بقى. احنا هنقرا مع حضرتك برضو هنا اتفضل. الحقيقه دكتوره شيماء، مشاعر انسان هشه لدرجه ان يومه الكامل قادر ان يتعكر بسبب كلمه او نبره صوت حاده او حتى نظره. دي حقيقه بتحصل. يعني ولد في الجامعه، فجي المدرس بتاعه اتكلم معاه وقال له انه انت مش بتتكلم، انت عامل زي اللي بتطبل. الولد راح انتحر. هو حصل هنا في الاخر ايه؟ الكلمه. هو قال له كلمه، الولد حس ان هو حصل له اهانه في وسط زملائه، خلصت. في لكن كلمه تانية ايجابيه تغير حياه بالظبط. الانسان يا دكتور. لكن لو في، لو هو لنفس المدرس او الدكتور اللي في الجامعه كان قال له تعال نركز اكتر، او كان عمل له شيء من اقولها لك ايه، التشجيع، كان الولد بالعكس كان هيروح اليوم ده بدل ما يفكر ان هو ينتحر، وانتحر بالفعل. الولد كان هيطور من نفسه، لانه احنا بنحب المدح، كائنات بتحب المدح والاستحسان طبعا والتقدير. الانسان بيميل. ايوه بالظبط يا دكتور. فلما انا هعمل هطور من التقدير، نفسي، هطور الامتنان، شعور بالظبط. بالامتنان. يعني خليني اقول لحضرتك الام مثلا، اه ما ينفعش الام طول الوقت تكون بتطبخ وبتعمل اكل لاولادها وبتعمل التنظيف في البيت وبتساعد الاسره على قد ما تقدر، ومش هنقول ان دي مش ادوارها، يعني هي ادوار من ادوار المراه. مش عايزه اقول لك يعني عشان ما تخش في الرجل والمراه، لكن طبعا من ادوار الرجل برضو ان هو يحاول يتعاون مع زوجته على قدر المستطاع مستطاع. في حاجات البيت، في اعمال البيت، في الحاجات اللي زي كده. لكن خلينا نقول انه لا، في المجتمعات حتى العربيه والمجتمعات الشرقيه هي يعني ادوار الام المراه. ممكن تبقى تعبانه فين لو الامتنان؟ لقيت الزوج او ابنها او حد من ولادها سلامتك يا ماما عايزين نساعدك، هتلاقيها خفت.
في علاج اسمه علاج الدعم النفسي. هو الدعم النفسي عبارة عن ايه؟ كلمة، صحيح، عبارات ملفوظة، فكلها كلمات. انا مرضى الكانسر ولا، وربنا يشفيهم يا رب، انا بعمل محاضرات دعم نفسي، بيخفوا. بيخفوا ايه؟ بيخفوا في المناعه، المناعه بتزيد فبتقاوم المرض. الدعم النفسي عباره عن ايه؟ انت بتتكلمي معاها وبتقولي لها ان هي قد ايه قويه وقد ايه ان هي بتحارب فاهمه؟ هنا اذا الكلمه عملت ايه؟ اثرت في حالتها النفسيه، الحاله النفسيه وصلتني للمناعه الجسديه، المناعه الجسديه قاومت فبدا المرض نسبته بتقل. يبقى هنا الكلمه اثرت ولا لا؟ مهمه جدا يعني الحقيقه فكره اللي انا بقوله لحضرتك، مثلا الام في البيت مهم قوي تسمع الامتنان من اولادها من زوجها، حلو قوي انه مثلا اكل البيت اتعمل، الحاجات دي كلها خلصت، اعمال المنزل كلها خلصت، ماشي، ده اوكي، هو ده يعني احنا بنعتبر ان ده دور المراه او دور الام يعني اللي بتبقى خايفه على البيت، لكن الدور الاهم بقى هو دور الدعم المحيطين بيها، الابناء والاباء. احيانا خليني اقول لحضرتك برضو انه تسمعي بقى من الازواج والزوجات، يعني من غير التحيز على الازواج والزوجات، لكن ممكن الزوج يقول لزوجته ايه، ما كل السيدات بتعمل كده، ما كل الامهات بتعمل الدور اللي انت بتقولي بيه. الحقيقه رغم انها عملت الدور ده وهي مقتنعه بيه جدا وحباه جدا، يعني خليني اقول لحضرتك ان لا، الام المصريه بجد بتبقى مقتنعه بالدور جدا، وام يعني فعلا عطاء. مضحيه جدا وعندها عطاء كبير جدا، لكن لما تسمع كلام زي ده من الزوج او من المحيطين بيها، الحقيقه ده مش حاجه كويسه على المدى الطويل. بصي الموضوع ده انا هقسمه لك لحاجتين، اتفضلي، حاجه تخص الحلقه دي وحاجه هديكي ليها مقدمه ان شاء الله الحلقه تانية مع بعض ان شاء الله. اتفضلي. حاجه ان هي الكلمه اللي اتقالت دي عملت لها احباط حقيقي، فهي مش هتعرف تقوم فعلا من السرير. الجزء الثاني ان هي السبب. ليه؟ احنا بنتعود ان احنا يعني تبقى الام بتخدم الزوج وبتخدم الاولاد وهي ساكته ساكته ساكته، ولا بتقول لا ولا بتحس على المشاركه، فبالتالي من كتر المحيطين بقى سواء زوج او اولاد الاثنين بيحصل اعتياد، صحيح، فبالتالي ده بيبقى طبيعي. عايز. فايه الجديد اللي انت بتقدميه؟ لكن انا لازم اوصل رساله انه انا شخص في نفس الشراكه دي، انا ليا حقوق وعندي واجبات بعملها، فانا زي ما بديك واجبات ليا حقوق، ليا قسط من الراحه، طبعا ده مش موجود اصلا عند البيوت المصريه، تمام، انا كمان ليا اجازتي، ليا اني انا لما اتعب لازم الاقي حد بيساعدني، ليا وقتي، وقتي انا اخرج مع نفسي، ده بقى مش موجود. فعشان كده بقول لك احنا خدناها شقين، ان الكلمه عملت لها احباط وان هي مسؤوله عن اللي بيحصل. والله انا مع حضرتك برضو دكتور شمال، بس مش عايزين نقوم الزوجات ولا حاجه، يعني احنا لا. عايزين نقول انا مش هقومهم، انا بس انا مش هقومهم، بس انا بقول لهم يعني انتوا لو تلاحظوا اي جهاز كهرباء، ايوه، بيفصل بيفصل ليه وقت، بتفصل. كل حاجه ليها وقت. هقول لكم حاجه، بلاش، انا هتكلم معاكم باللغه بتاعتكم، الخميره واحنا بنعملها، ايوه، مع باللغه لما بعجنها، أيوة. بقول ايه؟ لازم تريح، مش هعرف اخبزها لما تريح. طب انا انسان دم ولحم، انا كمان لازم اريح. والله النقطه دي يا دكتوره شيماء الحقيقه مش شطاره ابدا ان الام او ربه الاسره انها تقول انا طبخت وغسلت ومسحت وربيت العيال وذاكرت للعيال واجتهدت مع العيال. فين 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 انت حضرتك من حياه الاطفال دي او من الزوج ده؟ برضو دي حاجه مهمه جدا يا دكتوره، يعني خليني اقول لحضرتك وحضرتك يا ربة المنزل او يا ام بتعملي ادوار الاسره الرائعه جدا، انك تنشئي طفل كويس وطفله كويسه يطلعوا المجتمع ناس صالحه، ما تنسيش نفسك. بالظبط، خلي بالك من نفسك كويس قوي، قولي لنفسك الكلام يساعدك يعني ان احنا على موضوع هنا الكلمة. دي بقى مش انانيه منك، يعني ربنا سبحانه وتعالى والرسول قال لنا عن ان لك لنفسك عليك حق، ان لنفسك عليك حق ولبدنك عليك حق. يعني الاثنين دول احنا فين بقى؟ احنا ولا بنعمل ده ولا بنعمل ده، وبنرجع احنا نزعل ونقول اصل ما حدش حاسس بينا. مش كل الامهات المصريه بتقول كده، او العربيه حاسس بينا كتير، العربيه، المراه الشقيه المصريه اكتر، بس المراه الشقيه المراه العربيه والمراه المصريه اكترهم المصريه. ما حدش حاسس بينا، اصل ما حدش خليني اقول لحضرتك المراه يعني مراه خليجيه مثلا، يعني في دول بعض الدول العربيه الشقيقه، بس هي المصريه بتلاقي أكتر. حد بيساعد في البيت شويه، لكن المصريه هي بقت ام وزوجه ومراه عامله ومدرسه وخياطه وكابتن وكل حاجه، صحيح صحيح. بتيجي وقت انت بقى، يعني انا دايما اقول كلمه، عارفه اكتشفت ده امتى يا دكتوره شيماء الحقيقه؟ ازمه كورونا، ما وقفت التمارين ووقفت المدرسه ووقف الشغل بتاعها وكده، اكتشفت الحقيقه ان هي في مساحه ما من حياتها كبيره كانت بتعمل كل حاجه. لا، وفي قبلها حاجه في حاجه تانية، الخيانات. لا قدر الله، لان لما بتيجي تتكلمي مع الزوج بيقولك ما عنديش وقت، مش لاقيها،
لما تيجي تكلميها تلاقيها ما هي ضحية، ما هي انت مش لاقيها لان هي قايمة بكل الادوار. هنا بقى الغلطان ان لازم دايما اجيبهم بقى يبقى في مسؤوليات. مسؤوليات يعني ايه؟ يعني هي عندها دروس مثلا، يبقى هو عنده التمارين، يبقى اليوم بيتحدد. لكن هو طول النهار بيجي من شغله فبيلاقي نفسه فاضي، وهي طول النهار عندها كل المسؤوليات، فبالتالي الخيانات بتيجي من هنا. برضو الحقيقة دي يعني لا قدر الله بتحصل، وبرضو يعني زي ما بنقول اللوم هنا على الزوج طبعا، يعني لا قدر الله اللي خان بقى، لكن كمان الزوجة اللي زوجها خان قد يكون في أسباب جعلته ده. من الأسباب دي لا قدر الله يعني إن حضرتك اللي ما شغلتيش نفسك غير بالبيت والأسرة والأولاد، وما اديتيش لنفسك الوقت المساحة مع الزوج، إنكم من حقكم كزوج وزوجة يبقى في وحاجة كمان نرجع مساحة ليكوا للخروج. نرجع لموضوع حلقتنا، إن برضو الكلمة، ما هي الكلمة هي من الكلمة هنا كمان، هو محتاج دايما يسمع مدح وتقدير، هو مش قادر لأن هي طاقتها مستنفذة كلها مع الأولاد، فبالتالي هو ملقاش نفسه، بدأ ما يلاقيش نفسه في البيت. صحيح. يعني بنرجع برضو نقول ان الكلمة ليها اثر السحر. يعني زي ما بنطالب، زي ما احنا بنقول كده، الزوج او رب الاسرة قول لزوجتك كلام فيه امتنان، الابناء قولوا لماما كلام فيه امتنان، زي ما بنقول للزوجة قول لبابا او لرب الاسرة كلام فيه امتنان. برضو الزوج الحقيقة يعني بيعمل اعمال كتيرة جدا، ممكن يشتغل فعلا شغل واثنين وثلاثة رب بالظبط الاسرة المصري برضو، يعني فعلا والله يا دكتورة يعني ليه كل التقدير والاحترام، بيشتغل شغلة واثنين وثلاثة عشان بالظبط، يبقى فيه تلبية هو لاحتياجات محتاج، أسرته. هو داخل بقى ربنا يخليك لينا حقيقي كلمة بس صحيح. تحسسه. فانا مش كده بقول الكلمة سواء للرجل او للمرأة او لاولادنا، ولادنا عشان ينجحوا محتاجين يسمعوا، محتاجين نعمل لهم عملية تعزيز وتشجيع، بدل ما اقول له انت مش فالح اقول له والله انت ذكي جدا بس انت مكسل، تعالى كده نشوف انت بتفكر في ايه، طب تعالى كده اكتب لي انت بتحب ايه، هتلاقيه اتغير. ده على فكرة عن تجربة انا جربتها مع اولاد عندهم 7 سنين، مستواهم بقى من 70% ل 95%. يا رب يا دكتورة شيماء كل فالكلمة اولادنا يا رب ان شاء الله. يعني ده يعني ده مهم جدا حضراتكم بتسمعوا دكتورة شيماء كده، يمكن في النصايح اللي هنديها دلوقتي كده مع بعض ازاي نخلي اثر الكلمة اثر طيب، نخلي كلامنا كمان في نفوس اولادنا مخروس بشكل جيد. ما ينفعش نغرس في اولادنا كلمات في الصغر، وبعدين احيانا نيجي في الكبر ونقول هما ليه بيعاملونا كده او ليه القسوة دي، صح بالظبط. بتحصل كده. اه طبعا بتحصل. هي بصي اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم قال بنلخصها بقى الكلمه دكتورة. الطيبه صدقه، هو الرسول يعني لخص لنا النصيحه، الكلمه الطيبه صدقه، اللي احنا بنقول بقى على اثرها، اثر كلمه على الانسان لينا ولغيرنا، احنا بس ما نركزش بس في الاخرين. انا دلوقتي لازم طول ما انا شايف نفسي كويس هدي مساحه للاخرين، لما ينظروا لي هينظروا لي من نفس رؤيتي لنفسي، انا شخص ايجابي، انا شخص ذكي، فالاخرين لما هيتعاملوا معايا هيتعاملوا معايا على اساس هذا، فده هيديني ثقه بنفسي اكتر، انا هبقى سعيد بنفسي اكتر. طيب انا دلوقتي لو داخل مكان، لو داخل وانا بنادي على الانسان باسمه، ده ليه اثر السحر. لو بمدحه قد ايه، يعني انا لو داخل اقول لك ما شاء الله الشياكه دي، في ابتسامه وفي كلمه حلوه اتقالت، عملت ان اللقاء بتاعنا بقى طيب، وان شاء الله ان شاء الله كلنا تبقى نفسنا مطمئنه. يا رب واشكركم، يا رب نوصل كلنا بجد من كلامنا الطيب لبعضنا ان احنا تبقى نفسنا النفس المطمئن. لو وصلنا للمرحله اشكركم. دي والله يا دكتوره شيماء صحيح هتبقى كده وصلنا للدنيا وما اه فيها دي باذن حقيقه الله، باذن سبحان الله. الله يا نعم بالله. بنشكر حضرتك جدا دكتوره شيماء الاسد، مرسيكي يعني بجد سعداء بيكي، ونتمنى بجد ان اقابل حضرتك فعلا اكتر مره تانية ان ان شاء شاء الله. الله باذن الله. بشكرك جدا، وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على وعد ولقاء جديد وحلقه جديده وتبسيط. الى اللقاء.